يمكن في وصفة سعودية، الوصفة دي ادها لي واحد صديق ليا من السعودية، نعم، من منطقة الطائف. نعم، بيستخدموها للتخلص من الحساسية الجلدية وبتدي نتائج رائعة. طبعا معرفش أساسها العلمي إيه، ولكن الوصفة دي معظم أهل الطائف بيستخدموها وبتدي نتائج رائعة فيها. حضرتك عارف شجر الصمت؟ نعم. شجر الصمت بتاعنا بتاع زمان ده بياخدوه بنسبة 4 ونسبة 1 ورق النبق. ورق النب. وبيطحنوه ويتغلي لمدة نص ساعة تقريبا، وبعدين بياخدوا المية بتاعته يغسلوا بيهم شعرهم وجسمهم وإيديهم ورجليهم، وبيكرروا الحكاية دي 2 مرات في اليوم، بيلاقي تحسن خلال 3 أيام غير عادي. تمام. دي وصفة طائفية. طبعا الطائف مشهورة بالورد الطائفي الجميل بتاعهم، لكن شجر الصمت عندهم برضو طالع واحنا كان عندنا للأسف في مصر كمية كبيرة جدا من شجر الصمت، بس تلاشى. تلاشى جدا. تلاشى خالص، كان على الترع والمصارف عندنا. تمام. لكن المواد الفعالة اللي فيه فيها مادة العفصين بشكل مركز جدا. نعم. وبتستخدم حتى للتخلص من التينيا والانتانات اللي بين الصوابع والتشققات والريحة اللي بتطلع تحت الإبطين والقدمين. بيخلطوها بنسبة 4:1 مع ورق النبق وبتدي نتائج هائلة جدا. وبنقول برضو نجيب 100 جرام ونحطهم في 5 أو 6 لتر مية، ونحط رجلينا فيهم طالما الحكة موجودة في الرجلين، وبنبدل ما بين مية وملح. الأول نستخدم مية وملح، وبعدين نشطف رجلينا بشكل عادي، لأن برضو المية والملح لها قدرة كبيرة جدا على قتل نوع معين من البكتيريا اللي بتعيش في الرجلين او بين الاصابع او بين التناية الجلدة في رجلينا. وبعديها نستخدم الوصفة بتاعتية ورق الصمت مع ورق النب بنسبة 4:1، وكل ما سيبنا المنقوع ده اكتر كل ما نزلت فيه مواد فعالة اكتر. ودي صديق ليا من الطائف نصحنا بيها وجربناها مع الناس اللي عندها حساسية وارتكارية ومشاكل في الجلد كتيرة، لأنها بتدي نتائج رائعة جدا. ودي احنا بندعو الباحثين والدارسين والمحبين والعاشقين لعلوم الأعشاب انهم يبدأوا يدرسوا فيها ويعملوا لنا فيها شوية أبحاث جميلة ممكن تسري المملكة، تسري مملكة العلم نقدر نقول عليها، أو تقدر تسري التراث الثقافي العربي، ممكن يتعمل منها حاجة جديدة خالص يبقى هتريح ملايين البشر. الغريبة برضو انهم بيشربوا منها، انا كنت متخيل انها تكون حاجة ضارة، لقيتهم بيشربوا منها، واحيانا يسقوا منها الجمال وبيسقوا منها الخيل بتاعتهم، وبتديهم نتائج رائعة. نجربها ونخلي الباحثين يعملوا عليها ابحاث ان شاء الله. ان شاء الله. طيب